عامرة بالمحبة، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في أمسية الليل من برنامجكم من عمان. في هذه المحطة نتابع تفاصيل قرار إلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين. هذا القرار الذي سيطبق ابتداء من يناير عام 2022 حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا الأسبوع. التفاصيل برفقة ضيفنا ينضم معنا عبر هذا الاتصال المرئي. نرحب باسمكم مشاهدينا بالأستاذ بدر بن سيف العوفي، المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان. مساء الخير أستاذ بدر، وحياك الله في برنامج من عمان. مساء النور الأخت بيان، كذلك نرحب بالمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بك. بداية نتعرف على هذا القرار والهدف أيضا من إصدار هذا القرار من قبل الوزارة. طبعا القرار هو هدف مثل ما وضحت بداية، اللي هو توفير أجهزة الدفع الإلكتروني في عدد من الأنشطة المحددة، والهدف منه أنه طبعا إيجاد خيارات للمستهلك للدفع بطرق مختلفة، سواء كان يحب يدفع نقدا أو بالدفع الإلكتروني. طبعا الهدف بعيد المدى اللي هو تحقيق التحول الرقمي نحو مجتمع رقمي شامل تماشا مع رؤية 2040 للسلطنة. فبالتالي يعني هذه تعتبر خطوة كبيرة في هذا القرار، بحيث أن نبدأ بعدد من المراحل. هذه كانت المرحلة الأولى بعدد من الأنشطة، تقريبا 7-8 أنشطة تم تحديدها في القرار. يعني هناك رؤية بأن حتى يشمل الدفع الإلكتروني جميع مجالات العمل التجاري، بحيث ننتقل إلى مرحلة أخرى من قضية التقليل من التعامل النقدي والاعتماد على الدفع الإلكتروني. نعم، يعني القرار شمل 8 أنشطة كمرحلة أولى، نتحدث عن نوعية هذه الأنشطة أستاذ بدر. طبعا هذه الأنشطة بداية كانت النشاط الأول اللي هو كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات التجارية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، كذلك أنشطة بيع المواد الغذائية ونشاط بيع الذهب والفضيات ونشاط المطاعم والمقاهي الفواكه والخضروات، وكذلك بيع الإلكترونيات وبيع مواد البناء ونشاط بيع التمر. نعم، يعني أيضا ذكرتم أن هناك ثمت تسهيلات مقدمة من البنك المركزي أستاذ بدر لسهولة تنفيذ هذا القرار، نتعرف عليها من خلالك. نعم، قام البنك المركزي حقيقة مشكورا بالتنسيق مع البنوك التجارية ومع مزودي خدمات الدفع وموفري الأجهزة، هذه نقاط الأجهزة POS أو الدفع، أجهزة الدفع الإلكتروني، بحيث يتم تركيب هذه الأجهزة وتوفيرها بدون أي رسوم سواء كانت شهرية أو سنوية على مؤسسات القطاع الخاص. بالإضافة إلى أنه تم تحديد الرسوم التي تحصل على مؤسسات القطاع الخاص من قبل البنوك التجارية بنسبة 1.5% بحد أقصى، وبما لا يتجاوز 10 ريالات مهما كان قيمة الشراء. نعم، طبعا هذه اللقطات الظاهرة الآن برفقة حديث الأستاذ بدر هي لقطات من الأرشيف من قبل جائحة كورونا كوفيد-19. أستاذ بدر، حسب ما ذكرتم أيضا من الأول من يناير لعام 22 سيتم تطبيق هذا القرار، صحيح؟ نعم، طبعا التطبيق وإحنا حطينا فترة زمنية، يعني تم الأخذ بعين الاعتبار أن يتم تحديد فترة زمنية لإعطاء فرصة للشركات والمؤسسات وهذه الأنشطة أن تعدل من أوضاعها وتتواصل مع المزودين وتتواصل مع البنوك للحصول على عروض أفضل. طبعا الحد الأقصى هناك السقف الذي وضعه البنك المركزي اللي هو يكون 1.5% و10 ريالات، وممكن يكون في تفاوض طبعا مع البنوك بحيث تكون ممكن نسبة أقل، وكذلك لتأمين توفير خدمات الإنترنت اللازمة لأجهزة الدفع هذه. وبالتالي هناك مساحة زمنية
لهذه الأنشطة حتى يعني يبدأ العمل بالتطبيق الكامل لهذا القرار. نعم، أنا أختم هذا الحديث برفقتك بنصيحة توجهها أيضا للمؤسسات التجارية التي أيضا من ضمن هذه الأنشطة التي ذكرت في القرار، سعيا لتنفيذ هذا القرار بأقرب وقت ممكن. طبعا نحن نتطلع أن القطاع الخاص بمختلف أشكاله وبمختلف نشاطاته وخاصة المؤسسات الصغيرة أن تعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني وتوفيره للمستهلكين، لأن حقيقة هذه الخدمة لها أبعاد كثيرة، يعني مثل الحد من العملات المزورة المتداولة أو في السوق، وبالتالي الدفع الإلكتروني يضمن أنك تحصل على عملة يعني صحيحة، كذلك سهلة الوصول إلى أموال المستهلكين، يعني سهلة على المستهلك أنه يدفع مباشرة عن طريق البطاقة، وكذلك محاربة التجارة المستترة وتطبيق إمكانية الحفاظ على يعني سرية المشتريات والمبيعات وغيرها من الأمور، يعني كثير من الأشياء تتحقق بهذا الشيء. فهناك رؤية للاقتصاد الوطني وهناك رؤية وهدف يتحقق كذلك للشركات الخاصة، وأسهل للتنظيم وبياناتهم تكون محفوظة عند البنوك التجارية اللي يتعامل عنها يعني على يعني فترات زمنية طويلة. فبالتالي الهدف أن هذه تكون الاستفادة للقطاع الخاص مثل ما تكون الاستفادة للاقتصاد الوطني ككل. كل التوفيق لكم في تنفيذ هذا القرار ومتابعته، شاكرين لك حضورك الليلة مرئيا في برنامج من عمان الأستاذ بدر بن سيف العوفي المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان، قرار في محل سعيا لتحقيق التحول الرقمي في حياتنا، فالتكنولوجيا أصبحت اليوم مشاهدينا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نشاهد دور التكنولوجيا في حياتنا من خلال هذا التقرير. متابعة طيبة لكم. We'll be right back.